بسم الله وعلى البركة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نسير مع الانطلاق وأسير مع شوطنا الثالث للفطايم. أسير مع البداية مع مقدمة الشوط، أجد مطفية على المركز الأول، تركي بن محمد بن علي الزرعي يتقدم مع مطفية على الصدارة، بينما هناك على المركز الثاني الله 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 وصلت سرابة، وصلت سرابة على ثاني المراكز عبد الله بن حمود الهاشمي يتقدم مع ثاني المراكز، وثالث المراكز الشاهنية راشد بن خميس المدهوشي. ولكن عود مع البداية مع الانطلاق مع مطفية على الصدارة وعلى الاندفاع الأول. هنا أبو تركي متقدم مع الصدارة، متقدم مع البداية مع انطلاقة مطفية على الصدارة، تركي بن محمد بن علي الزرعي من يقود المسار، من يندفع مع مطفية، راحت مع البداية. التابع لي هنا الحضور سرابة عبد الله بن حمود الهاشمي مع المركز الثاني، ولكن مطفية راحت مع البداية مع السلام مع الاندفاع. ابو تركي من يقدم لنا هذا المسار؟ سبق وان شاركت في هذا الميدان وفازت ايضا في هذا الميدان، تاتي في هذا الصباح وتكرر الانجاز. للوافي سلام، للوافي سلام على هذا الأداء، تهانينا والناموس. المركز الثاني سرابة عبد الله بن حمود الهاشمي، والمركز الثالث العفريت أيضا متواجدة عوض بن راشد العمري. التوقيت الله الله الله، دقيقتين وثانيتين التوقيت يتحطم. تهانينا تركي بن محمد بن علي الزرعي على فوز مطفية بالمركز الأول.